ايه؟ الفئه ليه؟ اللي هو الوكاله الالمانيه European Commission مثلا تدي بيها. European Commission لو عايز تدي بيها تدي بيها، ما هو ده أكبر برنامج تمويل الحاسب العالمي وده زي ما قلت لكم فات وورلد وايد، ده الميزانية دي المخصصة دي 86 مليون يورو بيتصرفوا على سبع سنوات، 86 مليون يورو. هل في اوقات فندم معينه واحد ممكن تبقى تسيبه ولا عادي مفتوح الموضوع؟ لا 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 في ديدلاينز لازم حاجات تمشي ديدلاينز. يعني مثلا الكول اللي بنتكلم عليها دي اللي انا اروح سنه او سنتين اوروبا دي الديدلاين بتاعها في شهر 9 في 11/9 مفتوح، بس مفتوح من دلوقتي. اه بس الحاجات دي حاجه لطيفه اللي بتفتح كل سنه نفس معايا. حضرتك تبقى عارف انت ايه؟ يعني قدمت السنه دي واترفضت، قدمت 11/9 برضه عليهم في 12 واترفضت، فعارف انت كده كده هتقدم تاني يعني. او الميلاد دي مفتوح على طول. مفتوح على طول بس يعني ممكن الريسبونس ياخد ماكسيموم 2 دايز مثلا. مش مشكلة. ده كده كويس مش هيوحش بس. لا ممتاز. وطبعا في مكتب بس احنا بنستخدم استفسارات مثلا. Thank you.
لو حضرتك حتى جه من سويرس فاونديشن ولا صندوق العلوم التكنولوجيا ولا حلوات البحث العلمي، لا يبقى حلوات البحث العلمي. ما لو حضرتك افتر جرانت كتمويل وتمويل وبغض النظر هو جاي منين، حضرتك قدم في اي حته كله زي بعض. لو حضرتك بتفكر في ان انا اخد تمويل وفي نفس الوقت ينفعني في الساينتفك كارير بتاعي بعد كده، فحضرتك كل ما تروح لهيئات مش جمعيات اهليه مش مؤسسات كل ما يكون افضل، كل ما تروح دولي او اقليمي كل ما يكون افضل. بس بالنسبه لمصر فحضرتك في شويه فاونديشنز موجوده، في شويه بجد هقول لك عليها، هي بجد اللي احنا معترفين بيها. هتقول البحث العلمي صندوق العلوم والتكنولوجيا ده صندوق تمويل ابحاث فقط، ابتدى من حوالي 4 سنوات كده، 5 سنوات مش بلاش ايه، وده بيمول منح مش بصير الدكتوراه، بيمول كمان مشاريع بحثيه اب تو 1,000,000 جنيه من غير ديدلاين. لو انت عندك اي فكره مشروع قدمها ب 100,000 ولا 50,000 ولا 200,000 قدمها، دي من غير ديدلاين. الحاجات اللي بتنزل ديدلاين بيبقى تمويل اكبر من كده بشويه، بيبقى اكثر من 1,000,000 جنيه. بس انا 1,000,000 جنيه تبقى تكلفه اكبر. فده شيء واحد.